اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان. ساعه ثانيه من صباح الشروق وتحليل اهم الاخبار على موقع الشروق نت. وكل جمعه صباحا بيكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ امام محمد امام، كاتب صحفي ومحلل سياسي واستاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا. اهلا ومرحبا بك استاذ امام. اهلا، صباح الخيرات لكما، وجمعه طيب ومبارك لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. اهلا وسهلا استاذ امام. نبدا باهم ما جاء في حديث البرهان في اللقاء الذي تم مع الجزيره مباشر. نبدا بهذا العنوان: لا يتم تسليم البشير لمحكمه الجنايات الدوليه او اي سودان ونثق في القضاء السوداني. تحليلك على هذه الكلمه. لم يكن هذا بالنسبه لي خبرا جديدا، لان المنظومة العسكرية سواء كانت المكون العسكري في المجلس السيادي أو ما قبله المجلس العسكري الانتقالي حسموا هذا الأمر منذ وقت مبكر. أحسب أن أول تصريح للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي آنذاك الفريق أول عمر دين العبدين وضع هذه المسألة يعني كلير واضحة بأنهم لن يسلموا الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية. ثم تترأى بعد ذلك تصريحات أخرى سواء كانت من الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك ورئيس المجلس السيادي الآن، كل التصريحات تصب في هذا الاتجاه في أنهم لن يسلموا البشير للمحكمة الجنائية. ومن ثم تتباين تصريحات القوى المدنية سواء كانت في قوى إعلان الحرية والتغيير أو الأحزاب المؤتلفة معها أو المعارضة عليها بين المطالبة بتسليمه وبالدعوة إلى عدم تسليمه. فلذلك من المؤكد أنه في الفترة الانتقالية لن يتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية وفقا لحيثيات التي تطرأ علينا من قبل المنظومات العسكرية وبعض المنظومات المدنية كأحزاب وغيرها.